يمكن انا هكون شهادتي مجروحه، بس انا اشتغلت معاك ويعني ده حاجه بالنسبه لي كويسه جدا. انت دقيق جدا في كل التفاصيل وفي كل شيء عشان كل حاجه تخرج بشكل مميز قوي. هل الشخصيه دي اتشكلت بشكل كبير من خلال العمل في مهرجانات كبيره وفي احدث تقنيات وكل ده، ده اللي خليك مخرج مميز بالشكل ده؟ صباح الخير الاول. والله يعني مكان زي المتحده الخدمات الاعلاميه والمتحده الانتاج الفني، المكان اللي بنشرف ان احنا نتبع اليه، هو يعني لازم يخليك دايما على يعني على قدر من الخبره، وعلى قدر من ان انت دايما ستاند باي للفعاليات الكبيره والاحداث الكبيره. لان في الاول والاخر الثقه اللي هم حطوها فينا ان احنا شباب وان احنا نقوم بتغطيه مهرجان بالحجم ده وعلى السنه الثانيه على التوالي يعني، فده لازم يخليك دايما مستعد ودايما مذاكر ودايما دقيق ودايما يعني شايف اللي جاي ومستعد لاي مفاجآت عشان تكون على نفس القدر من شركه بحجم الشركه المتحده يعني. طيب اكيد النقل للحفلات والمهرجان بصفه عامه وراك تجهيزات كتيره جدا، انتوا هنا من امتى وايه التجهيزات اللي انتوا قمتوا بيها علشان نخرج بالصوره المشرفه دي؟ والله احنا بنجهز للمهرجان من اخر يوم في النسخه السابقه. وكان اول حاجه اتقالت لينا ان احنا نجاح النسخه الاولى هو هيضاعف الحجم المجهود اللي هيتم بذله في التجهيز للنسخة الثانية. احنا بنجهز من السنة اللي فاتت فعلا، بس احنا فعليا على الارض بقالنا اكتر من 4 شهور معاينات بيننا وبين جميع الشركات المشاركة في تجهيز المهرجان. والمهرجان زي ما احنا عارفين هو مش الحفلات فقط، هو الحفلات وفعاليات وبرامج. فاحنا كل يوم كنا بنعمل معاينة المكان، اختيار مكان الأرينا الجديد ده ما كانش بالصدفة، ده كان يعني نتاج مجهود ونتاج ان كل الشركات اجتمعت عن ان اليو أرينا تتنقل للمنطقة الجنوبية من الشاطئ. وكان من ضمن الأسباب لنقل اليو أرينا او نقل المكان الأرينا للمكان الجديد ان لازم نقول ان العلمين مش بس الممشى السياحي والأبراج الشاطئية، في مكان زي المدينة التراثية اللي فيها المسرح الروماني وفيها أوبرا وفيها سينما وفيها مكان للخدمات متكامل وللمعيشة. والجديد بقى ان هي يعني كل المكان كله لان هو بقى فيه اليو أرينا الجديدة مساحة اكبر وتستوعب عدد اكبر، ويعني مكان هو انا شايف ان هو كان اختيار صائب يعني.